النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بكل تأكيد هتهم حضراتكم وتهمكم أنكم تسمعوها. نبدأ مع حضراتكم بالأخبار اللي حصلت امبارح. يمكن أبرز هذه الأخبار هو الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. أيضا متابعة سيادته لتطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. تفاصيل كتير هنشوفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكمان مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية. وجه الرئيس بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح. امبارح برضو عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تابع فيه تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ووجه بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري بجودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لأي مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحاصيل الزراعية المصرية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور المبادرة الرئاسية في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال مشاركتهم في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية اللي بيتم إقامتها في إطار المبادرة. في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها تخصيص 7 أفدنة لإقامة مركز طبي في مدينة أشمون في محافظة المنوفية. منها أيضا تسليم 30 دراجة هوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين في محافظة أسيوط، ومنها ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب لوجوس هوب الراسية في ميناء بورسعيد إلى 32 ألف زائر، وأخبار تانية كتير من باقي المحافظات هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي أعلن فيها الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إنه هيتم خلال عامين افتتاح مستشفى طوارئ الجامعة الجديد. في المنوفية تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 7 أفدنة بمدينة أشمون لإقامة وإنشاء مركز طبي متكامل وإدارة طبية تخدم أهالي قرى مركز ومدينة أشمون والقرى المجاورة. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كفور البهيتة مركز ميت غمر، القافلة أجرت الكشف الطبي على 1944 مريض وتقديم الخدمات العلاجية ليهم بالمجان. في البحيرة أعلن المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة الانتهاء من أعمال رصف طريقين وجاري الانتهاء من أعمال 6 طرق أخرى بتكلفة 60,572,000 جنيه. في المنيا أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية طحا بمركز صملوط، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة القافلة بتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، البطنة، الجلدية، القلب والصدر. في بورسعيد ارتفع عدد زائري سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد السياحي ل 32 ألف زائر لحد دلوقتي بخلاف الأطفال وكبار السن، وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن سفينة الكتب استقبلت زائرين من كل المحافظات وفي ترتيبات تنظيمية وأمنية على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية زيادة عدد العيادات المسائية اللي تم بدء تشغيلها في نوفمبر 2022 ل 53 عيادة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.
في أسيوط سلم المحافظ اللواء عصام سعد 30 دراجة هوائية إلى أبناء وأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق بين الشباب والرياضة وجمعية المحاربين القدماء، وده في إطار مبادرة دراجتك صحتك للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة تساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية.